باقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. هنا كامب نو، هنا جزء مهم من تاريخ برشلونة، هنا لعب كرويف، ميسي ومارادونا. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. لمسة بينية، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. أغويرو لم يكن محظوظا، غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. يلعب كرة بينية، رحيم ستيرلينج، كرة في الشباك. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد. مانشستر بهدف مبكر غير متوقع، تنقلب عليهم كل الأمور، كيف يمكن أن يردوا؟ هل ينجحوا في العودة؟ تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يستعيد الكرة مرة أخرى. أغويرو يلعب كرة الجانب الأيمن، يعطي ليروي ساني، مجهود فردي غير عادي جميل منه في هذه اللقطة، مجهود فردي مميز، وانطلاق رائع جدا بالكرة، لكن لم تكتمل هجمة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، وستكون هنا رمية تماس. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ديفيد سيلفا، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يمر ويلعب كرة بينية، دافيد سيلفا، رحيم ستيرلينج، رحيم ستيرلينج، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. دافيد سيلفا يحاول يسدد، كرة طويلة للأمام، تمريرة بينية، أغويرو، يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. كرة على الطرف، ركلة مرمى، كرة من جهة اليمين، يحاول أن يلعب كرة بينية، الكرة تخرج مرة أخرى. لمسة بينية، دافيد سيلفا، مانشستر نجح في تسجيل هدف مبكر، النتيجة 1-0. بنيامين مينتي، ثم رحيم ستيرلينج، فرناندينو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. أغويرو يحاول أن يلعب كرة بينية، ليروي ساني، تلعب الكرة جميلة، جول.
لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. النتيجة 2-0، تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. حارس متألق وينجح في الحصول على الكرة، يحاول تمريرها من بين المدافعين. لابورتي، دي بروين، أغويرو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الكرة المعتادة، الدفاع المتميز جدا، كرة إلى الأمام، يمر ويلعب كرة بينية، استقبال جميل من جانب ساني. دانيلو، فرناندينو، أغويرو يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح. يا عيني أغويرو. كايل ووكر يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، إمكانية مرتدة الآن. دي بروين يلعبها لمنطقة الخطر، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. فرناندينو، لمسة بينية. يلعب كرة طويلة. يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول. يمتلكون السيطرة الكاملة الآن، عليهم الاستمرار في فرض الأسلوب طيلة شوط المباراة الثاني. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. رحيم ستيرلينج، أغويرو يلعب كرة بينية، يبحث عن المهاجم، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. فرناندينو، دانيلو، ساني يحاول تمريرها من بين المدافعين، لديه الفرصة الخطيرة ويلعبها عرضية. دانيلو، أغويرو يحاول أن يلعب كرة بينية، يستعيد الكرة سريعا، لمسة بينية، يلعب العرضية. دانيلو، دافيد سيلفا، أغويرو، مانشستر يحصل على الكرة مرة أخرى. تقريبا ولا فريق على الملعب قادر على الاستفادة من الكرة. يمر ويلعب كرة بينية. دي بروين، تصدي غير عادي من حارس المرمى. دي بروين، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. يحاول تمريرها من بين المدافعين. أغويرو، هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. رحيم ستيرلينج، ليس في هذه المرة الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. أغويرو، لمسة بينية، كرة تصل اللاعب. لابورتي، دانيلو، دافيد سيلفا يلعب كرة بينية. جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. فرناندينو يحاول أن يلعب كرة بينية. ساني على الكرة العرضية. رحيم ستيرلينج
الله يا ولد، هدف غير عادي. يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم. ما هذا الأداء، ما هذه الكرة، ما هذه المتعة يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها. هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم، لا يمكن إيقافهم. رأسية جميلة ملعوبة بخبرة، سيطرة غير عادية، مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يمر يلعب كرة بينية، يرسلها داخل فيرناندينو، كرة بعيدة جدا على اليسار، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. أغويرو يلعبها للجانب، فرصة سانحة للتسجيل. الكرة العرضية من أغويرو، كرة بالعرض، يشير الحكم إلى كورنر. أغويرو بدأ وكأن الكرة لم تكن في اتجاه المرمى. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ رحيم ستيرلينج يستعيد الكرة سريعا. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. دي برويلر، لابورتي، دانيلو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب كرة بينية، الآن فرصتهم للمرتدة، لمسة بينية أمام فرصة للتسجيل. فرناندينو، دافيد سيلفا، دانيلو، يحاول تمريرها من بين المدافعين. أغويرو، كايل ووكر، والكرة العرضية. إنها صافرة نهاية، إذن تنتهي المباراة. أظهروا قوتهم في مباراة اليوم.